بسم الله اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كنا وقائم بنفسه وواحد فهذه ست صفات تسرد. قائم بنفسه منها الوجود صفة نفسية والخمس بعدها هي السلبية. نعم. وواجب لربنا المنان سبع صفات سميت معاني: علم، إرادة، وقدرة، بصر، سمع، كلام، وحياة تعتبر، وسبعة قد لازمتها تدعى بمعنوية فألقي السمع. فألقي السمع ككونه حيا مريدا قادرا، وفي ثبوتها خلاف قد جرى. والحق الاستغناء بالمعاني عنها كما حقق بالبرهان. وقائم بنفسه إذا قرأناها أمس، ولكن لا بأس بتكريره لما فيه من الفائدة ورجوعك له حق. فتكرير هذه العقيدة ومراجعتها فرض عين، ويلزم السامع يعني المشاهد أن يراجع الدرس أمس، فيه واجبات ومهمات ضرورية جدا. عقيدة المرء رأس المال، إن فسدت لا ينظر الله في باقي العبادات، ووقت تفتيشها ضيق لمغترب مروع القلب عن حل العويصات. عقيدة المرء رأس المال، إن فسدت لا ينظر الله في باقي العبادات، ووقت تفتيشها ضيق لمغترب مروع القلب عن حل العويصات. عقيدة المرء رأس المال، إن فسدت لا ينظر الله في باقي العبادات، ووقت تفتيشها ضيق لمغترب مروع القلب عن حل العويصات. وقت تفتيشها دخول الإنسان للقبر. يا تولى الناس من بعد الدفن، ردت إليه روحه فلتعلمن، وكله يحيا لدى الجمهور، لا جزءه يحيا على المشهور. وهي أشد فتنة يلقاها العبد طوبى للذي يلقاها فتنة القبر. حديث البخاري ومسلم: إنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريب من فتنة المسيح الدجال. الإمام السيوطي كتب كتابا كاملا سماه التثبيت في ليلة المبيت، الليلة الأولى في القبر فقط. وهذان الملكان اللذان سيسألان الإنسان في وحدته في ليلته الأولى، كما قال الشيخ محمد بابا رحمه الله حفظه الله تعالى ورعاه، قال: وابن حبيب الإمام كفر من لسؤال الملكين أنكرا، وكل مخلوق لهذين يخاف من أقوياء العالمين والضعاء، حتى الزبانية حتى مالك أعظم الأملاك الأولى هنالك، ومالك له أصابع على عدد أهل النار فيما نقل. قال مالك خازن النار له أصابع على عدد أهل جهنم، وخلقه عظيم. كل مخلوق لهذين الملكين يخاف، حتى الزبانية حتى مالك رئيس الخزنة عليها 19. من هذا المخلوق الضعيف الذي سيقابله هذان الملكان اللذان كل مخلوق لهما يخاف؟ محتاج أن يصحح العقيدة التي سيسألان عنها، ما دام يشك في شيء من ضروريات العقيدة. أنه راجع العقيدة. عقيدة المرء رأس المال، إن فسدت لا ينظر الله في باقي العبادات. والمجمع اليوم عليه الأربعة، كما قال سيدي عبد الله بن الحاج إبراهيم في مراقي السعود، مجمع اليوم عليه الأربعة وقفضيله الجميع منعه. مجمع عليه الأربعة وما يعتقدونه وما يدينون الله تعالى. وقال الإمام السبكي: الأئمة الأربعة المالكية كلهم أشاعرة، والأحناف لم يشذ منهم إلا نادر، وكذلك الشوافع، وذل من الحنابلة شانت مذهب أحمد بن حنبلة بهذا الخروج عن المذهب الأشعري. فالحقيقة
في عقد الأشعري وفقه الاربعه وفي طريقه الجنيد السلكي. هذه هو المجمع عليه الان، عليه السنه في عقد الأشعري، ولا فرق بينه وبين الماتريدي. فالذين يقول الماتريدي والأشعري هذا تضيع وقت، هو شيء واحد، لا يزيد. لأن الغالب الأشعرية والماتريدي فيما وراء البحرين، ولكن المذهب واحد، لا يختلفان إلا في أن هناك معنويات ومعاني كما سيأتي، لا اختلافهما لا يخلو بالعقيدة أصلا مطلقا. القدر والمقدور وأشياء عادي ما في. لأن الدرس الماضي يجب علينا مراجعته، نعم. وقائم بنفسه، معنى القيام بالنفس كما قدمنا أمس هو الغنى المطلق، كما قال ابن عاشر، الغنى المطلق عن الغنى عن الزمان وعن المكان وعن الخالق الفاعل، معناها أن يكون حاشاه خلقه أحد هو حاشاه. واجب قيامه بالنفس جل، أي لا مخصص له ولا محل، أي لا فاعل له ولا محل له، لا تحوي الجهات الست كسائر المبتدعات. فهو غني عن الجهات وعن العرش، لأنه رب العرش العظيم، الله تعالى قال رب العرش العظيم، فالعرش مربوب ومحتاج إلى الرب، فكيف يتشرف رب العزة بالعرش؟ هذا شيء لا تدركه، لا يقبله النقل ولا العقل. وكذلك أيضا صفاته لها القدم كأسمائه، ولصفاته والأسماء حقيقة القدم والبقاء. فإن قلت كان الله تعالى ولا عرش، فمن حدث حاشاه مثلا، هذا علوه على العرش. وإن قلت كان هناك عرش، فهذا قدم شيء مع الله تعالى مستحيل، وكلا الأمرين يمر. فإن قلت كان ولا عرش، هل تحدث الصفة؟ يا له عبث، يحدث مثلا علو، هذا عبث، لأن صفاته سبحانه جل وجلاله لا تحدث. وإن قلت كان معه عرش، فلا قديم غير الجلال نسأله الأمن من الضلال، وكلا الأمرين باطل. وقائم بنفسه، قائم معناها غني بنفسه عن غيره، عن العرش وعن السماء وعن الجهات وعن سائر الكائنات، كان الله ولا شيء معه. قائم بنفسه وواحد في ذاته وصفاته وأفعاله. فهذه ست صفات تسرد وتتتابع كما قدمنا أمس، له الوجود والبقاء والقدم، وكذا البقاء والقدم، وخالف لما ينال العدم، وقائم بنفسه وواحد، أي ستة. فهذه ست صفات تسرد من الوجود صفة نفسية هي ذاتية كما قدمنا ماضيا، والخمس بعدها هي السلبية، البقاء والقدم والغنى المطلق والمخالفة والوحدانية. لماذا سميت سلبية؟ لسلبها عن الإله ما لا يليق واقتضائها كمالا، لأن البقاء سالب للفناء، معناها ناف، والقدم سالب للحدوث، والمخالفة سالبة للمماثلة، والغناء سالب للاحتياج لأي شيء، والوحدانية سالبة للشريك. وواجب لربنا المنان، سبع صفات سميت معاني. واجب لربنا المنان كثير العطاء بلا مقابل، الذي يمن بلا سبب، يعطي بلا سبب ويرضى. وواجب لربنا المنان سبع صفات سميت، سماها علماء التوحيد معاني، صفات أحوال. تلك الأولى صفات سلبيات، وهي اصطلاحات عند التوحيد، وكل له معنى. هذه يقال لها صفات المعاني، وقال لها صفات الحال. صفات المعاني وصفات، لا، صفات الحال ستأتي، المعنويات، من نفى الحال فقد رأى. صفات المعاني وهذه الصفات سبعة سميت معاني. علم، العلم واجب أن تعتقد أن الله تعالى علمه بما كان وما هو كائن الآن وما سيكون على حد واحد، معناها بمعنى واحد. فعلمه بالمغيبات كعلمه بالحاضرات وبالماضيات، لأن الغيب بالنسبة لغير الله تعالى، أما بالنسبة لله تعالى ليس له غيب، لأن الله تعالى قال عالم الغيب والشهادة بمكان واحد،
فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. فالغيب بالنسبة للعباد لا بالنسبة لله تعالى، لا يوجد غيب بالنسبة لله تعالى. قدر كل، خلق كل شيء فقدره تقديرا. قال بعض العلماء وقع له شيء عجيب في ذات يوم، كان يلقي درسا حسب ما أتذكر، فعرض له قول الله تعالى كل يوم هو في شأن، تحير، لأن الله تعالى لا يتجدد في صفاته شيء حاشاه منها، فتحير وقال حسب ما أتذكر نام فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ربك يبدي ولا يبتدي، يظهر لنا المغيبات والمكونات ولكن لا يبتديها فقد قدرت تقديرا، فزال عنه الإشكال. نعم. علم بالكائنات كلها بما كان وما سيكون وما هو كائن إلى يوم الدين وما بعد يوم الدين، وهذا علمه يعني كامل. نعم. إرادة هي أن يفعل الله سبحانه جل جلاله أشاء باختياره، فالأسباب مجازية لا تذير لها، لا تذير لها، شاء إرادته، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، أن يقول له كن فيكون، يفعل الشيء بإرادته لا لسبب أراد الله تعالى، ما شاء الله كان وما لم يشأ، هذه هو الحقيقة، الأسباب مجازية. وقدرة، القدرة هي صفة تحقق لمن قامت به إيجاد المقدورات وفق الإرادة، صفة تحقق، معناها إذا اتصف بها صاحبها قادر على أن يفعل كل ما أراد وفق إرادته. قدرة، فهو على كل شيء قدير. بصر، بصر، البصر والسمع صفتان كاشفتان لكل مسموع ومرئي، ولا يتعلق بهما أمر عقلي، لأن القدرة يتعلق بها إيجاد المقدورات، والإراد اختيار الله تعالى، والعلم يتعلق به علم الموجودات وعلى وفق إرادة الله تعالى ما كان منها وما سيكون، ويتعلق أيضا بالمستحيلات، ويتعلق بالواجبات، ويتعلق بالممكنات. أما السمع والبصر صفتان كماليتان لا يتعلق بهما عقل، لأنه ورد السمع، ورد القرآن بهما والسنة، فنوجبهما لله تعالى. نعم. كلام، الكلام هو صفة لله تعالى. الكلام تعلق، الكلام كلام الله تعالى واجب الإيمان به، ولكن لابد أن تعلم أن كلام الله تعالى ليس بحرف ولا بصوت ولا بتلاوة ولا بتقديم ولا بتأخير، وإنما كلامه قديم ما فيه تأخير ولا تقديم، نعم ولا لحن ولا إعراب، وكلنا بعضنا واضطراب، والحرف والصوت كذا التلاوة محدثة وغير يا غباوة، واحذر أقاول ذوي الأهواء فإنها من أدواء الأدواء، واسلك سبيل السنة الغراء فنورها باد لعين الرأي، كما قال المقري في ضاعت الدجون. الحرف والصوت وكونه شكل، وكون هذا مضموم وهذا مكسور وهذا هذا منصوب، هذه أصوات خلق مخلوقة خلقية. الله تعالى كلامه قديم ما فيه تقديم ولا تأخير ولا لحن ولا إعراب ولا حرف ولا صوت، هذا صفة قائمة به تعالى. لكن إذا قلنا القرآن نتأدب نقول كلام الله تعالى حتى لا نساويه مع غيره، لكن إذا نظرنا فمن نزل به جبريل مخلوق وله بداية وله نهاية، وإن نزل في اللوح المحفوظ مخلوق وله بداية وله مكان في السماء الرابعة والثالثة، ومن المنزل عليه النبي صلى الله عليه وسلم مخلوق ويتكلم به ويبدأ السورة وينهيها، ونحن الآن نتكلم بالقرآن نقول ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقومون الصلاة وما رزقهم، ونفنا وحيينا وكنا معدومين قبل هذه الحياة، كلامنا فيه بداية وفيه نهاية، ويعني ينتهي وينقطع ويرتفع وينخفض، هذه صفات مخلوق. لكن القرآن بمعنى كلام، بمعنى كلام الله تعالى، هذا شيء قائم بالله تعالى لا ندرك معناه، صفة إذا أراد الله تعالى إبداءها تجلى
لرسوله أو لملكه وأوضح له كيف يعبر عن تلك الصفة بما يناسب لغة كل قوم. نعم. وحياة. حياة، الحياة صفة لمن قامت بها أن يتصف بهذه الصفات كلها، بالقدرة والإرادة والسمع والبصر، الحياة صفة جامعة. تعتبر. نعم. أيوة، أضدادها أيضا مستحيلة كما سيأتي. نعم. مرة أخرى الإرادة والقدرة. الإرادة معناها اختيار، معناها، والقدرة هي إيجاد ذلك الاختيار، ذلك المراد. إذا أراد الله أمرا، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، يقدره. الإرادة أن يفعل الأشياء باختياره، تقدير، هذه هي القدرة، معناها إخراج هذا المراد هو القدرة. إبرازه. والسبعة قد لازمتها تدعى. هذه السبعة المعاني لازمتها صفات يقال لها المعنويات ويقال لها الحال، وفيها خلاف بين العلماء، هل هي صفات زائدة على صفات المعاني أو هي والمعاني مترادفة؟ فلا يمكن أن ننكرها، من أنكرها كفر، من أنكر قدير أو سميع أو بصير أو مريد أو متكلم هذا كافر. لكن ليس إنكار، هل هي مترادفة مع المعاني؟ وهذا هو الصحيح عند أبي الحسن الأشعري، ويختلف معه الماتريدي، يقول الصفات زائدة، أو هذا لا يؤثر شيئا، كونها مرادفة زائدة هذا لا يؤثر شيئا في العقيدة. لكن إنكارها من أصلها لا يمكن، لكن هل هي زائدة على صفات المعاني أو هي مترادفة مع صفات المعاني؟ والسبعة قد لازمت صفات المعاني سبعة أخرى. علم، هذا هو المصدر، أي يقال في العربية المصدر. وعليم اسم الفاعل، والمصدر اسم أصل أسماء الفاعلين وأسماء المفعولين. العلم لازمها عليم أو عالم، فهمت؟ الإرادة لازمها مريد. القدرة لازمها قدير أو قادر. نعم. السمع لازمه سميع، البصر لازمه بصير، الكلام لازمه متكلم، الحياة لازمها حي. هل هي صفات مترادفة أو هي صفات زائدة؟ وسبعة قد لازمتها تدعى بمعنوية فارق السبعة. والحق، المذهب الحق هو مذهب أبي الحسن الأشعري، لاستغناء، معناها الاكتفاء بالمعاني، أنها صفات، أنها مترادفة، فإنكارها لا يصح، ولكن نقول مترادفة، فعليم مترادفة مع العلم، وسميع مترادفة مع السمع، وبصير مترادفة مع البصر، وبصير مع السمع، وبصير مترادفة مع البصر، ومتكلم مترادفة مع الكلام، وقدير مترادفة مع القدرة، ومريد مترادفة مع الإرادة. ومن نفى الحال فقد رآها عبارة عن تلك لا سواها. قال المقري المغربي المالكي الأشعري، قال ومن نفى الحال، من قال إن الحال ليست صفات زائدة على صفات المعاني، قال هي عبارة عن صفات المعاني مترادفة. ومن نفى الحال فقد رآها عبارة عن تلك لا سواها، قال هي عبارة عن المعاني لا زائدة عليها. الترادف، هاي قالوا الترادف. بمعنوية فألق السمع. والما تريدية يرونها صفات زائدة، فعلى ذلك هي 14 صفة معاني ومعنويات. وهذا هو اللي قال لك فاحفظ لمولى الخلق 20 صفة، وهو هنا يرجح مذهب ابتداء، يرجح مذهب ما تريدية، ليقول لك أن الخلاف ليس لا يؤثر شيئا. وما بعد ذلك رجح مذهب أبو الحسن الأشعري، وقالوا الحق الاستغناء بالمعاني عنها، وقال واجب لربنا واحفظ لمولى الخلق 20 صفة، يشير إلى هذه الصفات أنها معدودة. ثم بعد ذلك قال لك والحق الاستغناء بالمعاني، يرجح مذهب أبي الحسن الأشعري، فرجح مذهب ما تريد في أول النظر، ورجح مذهب أبو الحسن مذهب أبي الحسن الأشعري في هنا. ككوني حيا مريدا قادرا، وفي ثبوتها خلاف قد جرى، والحق الاستغناء بالمعاني عنها كما حقق بالبرهان، ومذهب أبي الحسن الأشعري كما حقق بالدليل. نعم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. واحفظ وقلل ذاكرا تذكري،
وتستفيد ما لم يكن قبل الدري، واحذر من التكثير خوف الضجر، واحذر من الحياء والتكبر، كما قال سيدي عبد الله بن حاج رحمه في طلعة الأنوار، نفع الله ببركات الجميع وفاض علينا من فيوضهم ومن فيض النبي صلى الله عليه وسلم الأول. صلى عليك إلهي، ثم قال لنا صلوا عليه عبدائي وعبادي، فتلك مرتبة ما نالها أحد من النبيين في جمع وأفراد. لهم صلي عليه دائما عددا من الملايين لا يحصى بتعداد، كل شفيعا كلنا شفيعا ليوم أيوة من عسير رب العباد لهم فيه بمرصاد. ولا تزدنا عن الحوض اللذيذ كما يذاد ذود عطاش ضد إراد. اللهم صل وسلم وثبتنا بقول ثابت أبدا في نزع روح وتصويب وإصعاد. وتحت ذا اللحد أمنا أمنا إذا رجعت صحب فرادى ومهنا بعد إلحاد. ووفقنا 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 إلى قول نجيب به ملائك الله بأسول وإقعاد. وكن شفيعا لآبائي ومن ولدوا وأمهاتي وذي ودي وأولادي. وكن شفيعا لآبائي ومن ولدوا وأمهاتي وذي ودي وأولادي. وكن شفيعا لأشياخي ومن ولدوا وأمهاتي وذي ودي وأولادي. وكن شفيعا لأحبابي ومن ولدوا وأمهاتي وذي ودي وأولادي. وكن شفيعا لآبائي ومن ولدوا وأمهاتي وذي ودي وأولادي. اللهم صل على محمد نبينا وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. يا رب نسلم.